مساء الخير، اهلا بيكم في برنامجنا الرشاقه والجمال. معاكم دكتوره مروه عبد الحميد، اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه والنحافه وعضو الجمعيه المصريه للسمنه والنحافه. هتكلم معاكم على مدار 5 حلقات عن مشكله كبيره بتقابلنا كلنا دلوقتي، وهي مشكله السمنه. عشان اتكلم عن السمنه وعشان اعرف مشاكلها واعرف اعالجها، الاول اعرف ايه هي السمنه، واعرف امتى ان الشخص ده بدا يدخل معايا في سمنه ولا زياده وزن. اولا، هي السمنه عباره عن ايه؟ السمنة هي عبارة عن تراكم كمية كبيرة من الدهون الغير مرغوب فيها، بتوصلنا لنتائج غير صحية وبتدخلنا في مشاكل صحية بعد كده. طيب، هو أنا أي زيادة في الوزن عندي معناها سمنة؟ أنا عندي حساب بسيط بحسب بيه أن أنا دخلت في زيادة وزن بس ولا أنا دخلت في سمنة. عندي حاجة اسمها معدل قياس كتلة الجسم، اللي هو إحنا بنسميه البودي ماس اندكس. البودي ماس اندكس ده بسيط جدا وينفع أي حد يعمله. مجرد أن أنا بعرف وزني قد إيه وطولي قد إيه. انا بقسم الوزن على مربع الطول، بس اهم حاجه مربع الطول بالسنتيمتر. يعني مثلا واحد وزنه 70 كيلو، طوله 160 سنتي مثلا، اللي هو بكتب 70 على 100.6 على في 0.6، بتديني نتيجه. المفروض النتيجه الطبيعيه في حالات اللي هي ما فيهاش سمنه، المفروض ان بتكون النتيجه من 20 ل 25. طيب، النتيجه دي لو زادت احنا بنقسمها لاربعه كاتيجوريز او اربع فئات. الفئة الأولانية لو النتيجة دي بدأت من 25 ل 30، الشخص ده بيبقى دخل في مرحلة زيادة الوزن بس، يعني عندي كام كيلو زيادة ممكن ننزلهم بسلسلة ريجيمات متتالية على فترة معينة ونثبت. طيب، لو القياس ده طلع من 35 أو من 30 ل 35، أنا كده دخلت في مرحلة من مراحل السمنة. مراحل السمنة اللي هي 3 مراحل. أول حاجة المرحلة الأولى، أنا كده بدأت أدخل إن أنا بقى عندي زيادة في الدهون، بدأت أدخل إن الشخص ده ممكن هيدخل في مشاكل صحية، ممكن يظهر عندي بعد كده زيادة في الكوليسترول في الدم أو يظهر عندي بداية ضغط الدم. لو النسبة دي زادت من 35 ل 40، أنا كده دخلت في السكند ستيج أو المرحلة الثانية من السمنة، اللي هي أصعب طبعا من المرحلة الأولى وبتدخلني في مشكلة تانية، إن أنا بدل ما يبقى عندي كوليسترول وضغط بس زيادة، لأ أنا دخلت كمان في مشكلة إن أنا ممكن يبقى فيه سكر. لما بتزيد النسبة دي عن 40، أنا كده دخلت في مرحلة ثالثة وهي مرحلة البدانة أو السمنة المفرطة، ودي بتبقى فيها مشاكل تانية كتير غير الضغط والسكر وزيادة الكوليسترول في الدم. أنا بدخل معاها كمان في 32 مرض تاني، زي هشاشة العظام، زي مشاكل الفقرات، زي خشونة المفاصل، مشاكل تانية كتير بتوصل لحد لا قدر الله الأورام الخبيثة. طيب، إيه هي أسباب السمنة وإيه اللي بيوصلني للمرحلة دي وإيه اللي بيوصلني إن أنا أوصل إن أنا أدخل في مشاكل صحية بسبب السمنة؟ احنا حياتنا دلوقتي كلها حاجات جديده، كلها مفيش اي اكتيفيتيز، مفيش اي انشطه، كل حياتنا بقت ماشيه سهله. انا بتحرك بالعربيه، بطلع بالاسانسير، ما عادش فيه المشي، ما عادش فيه المجهود الكبير اللي احنا بنعمله. يبقى ده اول سبب، الحياه الروتينيه اللي كلنا عايشينها دلوقتي. انا بشتغل، بقعد على مكتب، بتحرك بعربيه، بطلع بالاسانسير، انا كده وقفت كل الحرق عندي واقتصرت بس ان انا بحتاج جزء بسيط جدا من الكالوريز اللي انا واخداها ان انا احرقها. طب الباقي بيروح فين؟ الباقي كله بيتخزن وبيؤدي لي الى السمنه. حاجه كمان بتعمل لي مشكله، ان انا دلوقتي عندي الماكولات والمغريات كتيره جدا في السوق، الفاست فودز والحلويات والسكريات، كلها حاجات بتسبب لي السمنه. يعني انا لو خدت كميه كبيره من السكريات والدهون دي كلها، مش بحرقها نتيجه السيدنتري لايف او الحياه الروتينيه اللي انا عايشاها، فكل ده بيتخزن. عندي اسباب تانية زي اسباب جينيه، في اسباب وراثيه. يعني انا عندي بعض العائلات بيبقى عندهم الجين السمنه ده جين ماشي في العيله، فبتلاقي ان الاب والام، ممكن تلاقي الاطفال كمان بقى عندهم مشكله السمنه. عندي مشكله تانية اللي هي المشاكل الصحيه او نتيجه اضطرابات الهرمونات، زي اضطراب هرمون الثيروكسين للغده الدرقيه. هرمون الثيروكسين ده وظيفته ان هو بيزود لي الحرق او بيساعدني على حرق ويديني، بيزود لي النشاط الحركي للجسم. ففي حاله ان حصل نقص في هرمون الثيروكسين، فده معناه ان الاكتيفيتيز بتاعتي هتقل، فبالتالي الحرق عندي هيقل، فهيبدا وزني يزيد. عندي اسباب تانية للسمنه اللي هي الاكتئاب والحاله النفسيه. دايما مرتبط الحاله النفسيه، ودي هنتكلم عنها في الحلقه لوحدها. الحاله النفسيه مرتبطه جدا بالسمنه، والسمنه مرتبطه جدا بالحاله النفسيه. دايما الحاله النفسيه بتخليني جسمي يفرز هرمونات يساعد تخليني يفتح الشهيه، وبالتالي انا بفرغ طاقتي كلها في اني اكل وان انا املى بطني باكلات ملهاش معنى وملهاش لزوم. احنا اتكلمنا دلوقتي عن السمنه وعن اسبابها، دلوقتي هنتكلم عن اشكال السمنه. انا عندي اشكال كتير جدا للسمنه،
وبيتوقف عليها السمنة دي خطيرة ولا ممكن تتعالج ولا هيبقى مش هتعمل مشاكل. عندي ثلاث أنواع أساسية للسمنة. عندي السمنة العامة أو اللي هي بتملى دهون في كل الجسم مش بتتركز في منطقة واحدة بس، ودي سمنة موجودة في ناس كتير قوي. عندي النوع التاني اللي هو النوع اللي هو بنسميه الكمترا، اللي هو دايما النوع ده موجود في السيدات أكتر من الرجال. عبارة عن إيه النوع ده من السمنة؟ هو عبارة عن تراكم الدهون في منطقة الأرداف، بيتراكم الدهون بزيادة جدا في منطقة الأرداف لدرجة إن الشكل بتاعنا بيبقى شبه الكمترا بالضبط، إن الجسم من فوق بيبقى حجمه قليل ولما بننزل لمنطقة الأرداف بتبقى الدنيا أعرض. أسبابه إيه؟ إحنا قلنا أولا إن هو بيبقى عادة بيبقى موجود في السيدات. نتيجة إيه؟ نتيجة هرمون الأستروجين. هرمون الأستروجين ده هرمون بيفرز عند السيدات بيساعد أو بيزود قابلية تراكم الدهون في منطقة الأرداف. عندي كمان سبب تاني اللي هو الحمل المتكرر والولادة المتكررة، دي برضو من الحاجات اللي بتخليني تتراكم فيها الدهون في منطقة الأرداف. عندي أسباب بس مش أسباب رئيسية، أسباب ثانوية، يعني مثلا القعدة فترة طويلة دي برضو بتساعد على تراكم الدهون في منطقة الأرداف. اللبس الضيق نتيجة إن الدورة الدموية ما بتبقاش ماشية كويس في منطقة الأرداف فبتخلي تراكم الدهون برضو ما بيتوزعش صح، فده بيزود تراكم الدهون في منطقة الأرداف. عندي سبب تالت الوراثي، احنا قلنا برضو الشيب ده بيفرق من العيلة لعيلة. عندي سبب رابع ان انا الوجبات الدسمة، ان انا باكل كمية كبيرة جدا من الحلويات او الدهون، ان انا بتعشى مثلا وانام بدري او انام بعد الاكل على طول، دي كلها من الحاجات اللي بتسبب لي سمنة الارداف. انا بعالجها ازاي؟ بعالج سمنة الارداف ازاي؟ بان انا لازم طبعا مع الطبيب المختص انت بتروحي وبتشوفي ايه المشكلة عندك ايه، بنطلع البودي ماس اندكس بتاعتنا وعلى اساسها بنحدد نوع العلاج او نوع الرجيمات المعينة اللي احنا هنمشي عليه. انا بنصح مع الرجيم طبعا ان ما ينفعش ان انا اعمل رجيم بس، انا بنصح برياضة معينة او اكتيفيتيز معينة بتركز على منطقة الارداف بحيث انها تسرع لي النتيجة شوية، زي مثلا ان انا تركب على عجلة، تتمشى، السباحة برضو كويسة جدا، الطلوع ونزول السلالم، دي كلها من الحاجات اللي بتساعد لي على نزول منطقة الأرداف بشكل أسرع. السمنة في منطقة الأرداف مش هقول إنها خطيرة، مش زي السمنة اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي اللي هي شكل التفاح. شكل التفاح ده من أخطر أنواع السمنة. هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن تراكم الدهون في منطقة البطن بشكل كبير جدا، بيبقى أكتر في الرجال أكتر منه في السيدات. بعرفه ازاي؟ بيبقى الديامتر او القطر بتاع البطن بيزيد، لما القطر بتاع البطن بيزيد ده انديكيتور او مؤشر ان انا بدات ادخل في سمنه اللي هو التفاح. مشكلته كبيره جدا في سمنه التفاحه ان تراكم الدهون في البطن ده بيعمل مشكله كبيره جدا لانه بيعوق عمل الاعضاء الحيويه في البطن زي القلب وزي الرئه وزي الكبد. يعني مثلا لو هتكلم عن الكبد، لو الدهون احاطت بيه اعاقت حركته، انا كده يبقى باثر على نسبه الانسولين في الدم، يبقى انا دخلت في مشكله تانية اللي هي مرض السكر. اول ما نسبه الانسولين بتقل او بتكتر في الدم يبقى انا كده دخلت في مشكله السكر. بيحصل مشاكل تانية كبيره ان انا مثلا بعوق حركه التنفس نتيجه ان في كتله دهون كبيره موجوده في البطن بتخلي لي حركه التنفس مش ماشيه بالريتم الطبيعي بتاعها. كمان بتعمل مشاكل تانية في فقرات الظهر، في فقرات الرقبه وفقرات الظهر، لانه طبعا ده حمل كبير على فقرات الظهر. مشكلة السمنة دي بيكون أسبابها إيه؟ أسبابها دايماً إن أنا مثلاً باكل وقت الأكل باكل معاها المشروبات الغازية. المشروبات الغازية بتعملي مشاكل كبيرة جداً، الانتفاخ والغازات وسوء الهضم ده بيخلي لي برضو عندي مشكلة في الهضم فبيساعد على تراكم الدهون في منطقة البطن. في أسباب وراثية، المشكلة دي بنحلها بإيه؟ المشكلة دي بنحلها برجيمات معينة، بزود عدد الألياف وبمنع شرب المياه الغازية في وقت الأكل. اتكلمت معاكم النهاردة عن السمنة وأسبابها وأشكالها، ويا رب تكونوا استفدتوا منها، وأشوفكم في الحلقة الجاية وهنتكلم عن حاجة تانية في السمنة إن شاء الله، يا رب تتبسطوا. السلام عليكم.